أهلا بكم في نشرة بانورامية جديدة نقدمها لكم من قناة مساواة الفضائية. تبدأ الحكومة الإسرائيلية 35 عملها محاولة رسم حدود جديدة في المنطقة من خلال مشروع استعماري توسعي جديد يهدد أي حل عادل للقضية الفلسطينية. فقرر الحكومة الجديدة بضم أراضي فلسطينية إلى ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية هي خطوة تدفع باتجاه مواجهة حتمية مع الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا. أما تداعيات الحكومة الجديدة على المشهد السياسي في إسرائيل فبدأت تظهر مع طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السماح له بالتغيب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بثلاثة ملفات فساد بتهم تلقي رشا والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل. إلى العناوين: ارتفاع عدد المتعافين بفيروس كورونا في البلاد مقابل تسجيل صفر إصابات لليوم الثاني. فنادق مدينة الناصرة على شفا الانهيار الاقتصادي بسبب حالة الإغلاق المستمر لمواجهة كورونا. بعد تشكيله الحكومة نتنياهو يستعد لبدء محاكمته بمناورات عدة ويطلب عدم حضوره الجلسة الأولى. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر يمارس ضغوطا على مسؤولين في البيت الأبيض لإقناعهم بضرورة تنفيذ مخطط ضم أراضي فلسطينية لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل. ونقلت المصادر عن مسؤولين إسرائيليين أن دريمر يقود حملة إقناع بضرورة الإسراع بتنفيذ مخطط الضم بذريعة ارتفاع فرص نجاح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن المنافس للرئيس الحالي دونالد ترامب. شدد الاتحاد الأوروبي على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق وضمان السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد جوزيف بوريل إلى أن القانون الدولي هو أساس النظام الدولي، قائلا إن على الدول الأعضاء عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 67 ما لم يتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على ذلك. قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين بعد عيد الفطر السعيد عقب إغلاقه لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا. ووفق بيان صادر عن الأوقاف الإسلامية فإنه على ضوء الانحسار النسبي لانتشار كورونا وعقب استشارة المرجعيات الطبية المختصة تقرر فتح المسجد الأقصى بعد العيد. سمح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتين بإزالة الكمامات في الصفوف داخل المدارس وفي الحيز العام حتى نهاية الأسبوع بسبب موجة الحر الشديد. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الالتزام بالوقاية من فيروس كورونا ضروري جدا، إلى أن موجة الحر تشكل خطرا على المواطنين. وفق التوصيات يسمح بعدم وضع الكمامات في المناطق البعيدة عن التجمهر. هذا وانخفض عدد إصابات كورونا في البلاد إلى حوالي 3100، بينها 52 حالة خطرة، ثم وصلوا 42 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي، وتم تسجيل أكثر من 275 حالة وفاة. كما أعلنت مصادر طبية شفاء 44 حالة تحمل فيروس كورونا من أصل 64 حالة تم تسجيلها في مدينة راهط في النقب، حيث تبقى 20 حالة تنتظر إعادة الفحوصات حتى الوصول إلى إجابات سلبية. أعلنت مصادر طبية شفاء 44 حالة تحمل فيروس كورونا من أصل 64 حالة تم تسجيلها بمدينة راهط في النقب، آخرها لشابة عشرينية، حيث تبقى 20 حالة تنتظر إعادة الفحوصات حتى الوصول إلى إجابات سلبية. طبعا
طبعا في مدينة رهط وصل عدد الحالات التي أصيبت بالكورونا ما يقارب 63 حالة بالضبط، وتعافت ولله الحمد يعني في الفترة الأخيرة 44 حالة. هذا طبعا فضل التوعية والوعي عند الجمهور الرهطاوي الذي حقيقة يعني يمثل نموذجا لمدينة تسمع إلى أوامر وزارة الصحة وتطبق هذه الأوامر، بالإضافة إلى العمل الذي قمنا به كرئيس سلطة محلية وأعضاء بلدية أيضا وكمعلمين ومدراء مدارس. قمنا بعمل جبار في توعية الأهالي بضرورة يعني لبس الكمامة والقفازات والابتعاد عن الجمهرة. رهط هي أول مدينة عربية يعني مع كل أسف أقول تركنا الصلاة في 15/3 من أجل الحفاظ على صحة الناس، واليوم الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، وبالتالي هذا الذي جنناه أنه حقيقة أنه تم تعافي أكثر من 44 حالة في مدينة رهط. وبين الحالات التي تعافت سيدة ستينية كانت ترقد في حالة خطرة في مستشفى سوروكا بئر السبع، إلا أنها استطاعت التغلب على المرض كما هو حال زوجها، حيث عمت الفرحة أبناء وأحفاد وأقارب أبناء العائلة اللذين تعافيا رغم تقدمهما في السن. تتوالى علينا الأخبار الطيبة بشفاء 44 حالة من الإصابات بفيروس كورونا. هذه الأخبار الطيبة في هذا الشهر الفضيل تدل على الوعي لدى أهلنا جميعا في مدينتنا وعلى امتداد بلادنا، ونحن نغتنم هذه الفرصة وهذه الأيام المباركة لنؤكد على التزام التعليمات كاملة حتى نصل إلى آخر حالة من حالات الإصابة بهذا الوباء، ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء. وفي بلدة حورة تم تسجيل 26 حالة تعاف من أصل 160 حالة، وفي عرعرة النقب تم تسجيل 11 حالة من أصل 24 حالة تماثلت للشفاء، حيث احتفلت العائلات في البلدة بإطلاق الألعاب النارية. ولنقاش هذا الموضوع نستضيف معنا دكتور نعيم أبو فريحة رئيس دائرة الأطباء العرب في النقب. أهلا بك دكتور. 44 حالة شفاء في رهط، أخبار جيدة، ماذا عن باقي المناطق في النقب؟ نعم، نتحدث عن يقارب 260 حالة إصابة، مجموع الإصابات في النقب. المنطقة الأكثر إصابات هي قرية حورة، نتحدث عن 146 إصابة، 4 إصابات كانت خلال ال 24 ساعة الأخير، ولكن هنالك الآن نرى أن هنالك حالات شفاء أكثر وأكثر، فنحن نتحدث عن 28 حالة شفاء في قرية حورة. بالطبع مدينة رهط مدينة كبيرة 65 ألف مواطن، كان هنالك 65 إصابة مجمل الإصابات، من بينها 45 إصابة شفيت، يعني نتحدث أن هناك ما يقارب 20 إصابة ما زالت مع أعراض أو مع تحمل الفيروس، وبالتالي هنالك تفاؤل كبير، ولكن هنالك تحديات في الفترة القريبة. ما هي هذه التحديات؟ نحن نتحدث أننا في نهاية شهر رمضان، وقد تكون هذه الليلة ليلة القدر وعيد الفطر. كما نعلم أن كثير من المناطق بما فيها السلطة الفلسطينية بعض الدول أعلنت أن هناك سيكون إغلاق تام، بينما في مناطقنا الآن لن يكون هناك إغلاق، وبالتالي هنا تظهر المسؤولية المجتمعية لكل شخص منا. هل سنتصرف بشكل مسؤول ونمتنع عن الزيارات بشكل كبير ونمتنع عن إمكانيات نقل هذا الفيروس، أم أن يكون هنالك انفلات كبير خاصة في ظل هذه الظروف أن جميع الدولة تقريبا مفتوحة. نتحدث الآن الأسبوع القادم 27 الشهر سيفتح المطاعم حتى قاعات الأعراس وما شابه، وبالتالي هذا تحدي للمجتمع أن يحافظ على نفسه، لأنه قد تكون هذه نقطة تحول، فترة عيد الفطر قد تكون نقطة تحول إلى ارتفاع كبير في الإصابات. طيب هل يوجد حديث مع الجمهور؟ يعني على ما يبدو لا توجد سلطة مسؤولة عن المجتمع العربي ككل، ليس فقط في النقب، ولكن هناك أيضا مبادرات اجتماعية مهمة تهدف لرفع الوعي عند الجماهير. هل هناك من يتحدث مع الجماهير؟ أصلا جميع خلال فترة هذه الأزمة جاء تمهيد دائما
الفعاليات أو قرارات الوزارة والحكومية بخصوص المجتمع العربي هي بكمية قليلة ومتأخرة. من قام بجزء كبير من العمل هي مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت منذ اللحظة الأولى بالعمل على التوعية بما فيها رابط الأطباء، لجنة الصحة، أيضا جمعية تطوير صحة العرب. جميع هذه الجمعيات هي من قامت بجزء كبير من العمل. صحيح أن وزارة الصحة قامت لاحقا بأعمال وفعاليات وتمويل حملات مهمة، ولكن الآن نعود إلى نقطة الصفر، وهي أن المسؤولية بشكل أساسي علينا نحن كمؤسسات مجتمع مدني من داخل المجتمع نفسه وعلى المواطنين. فلذلك أنا أتوجه هنا، نحن كرابطة سنعمل في الأيام القادمة بشكل مكثف، ولكن إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني بجميع نواحيها وليست فقط الطبية، بل أكثر من ذلك نتوجه إلى جميع من هم قدوة في المجتمع، المعلمين، مدراء المدارس، الشيوخ، الصحفيين، على الجميع أن يكون له دور في عمل التوعية، ليس فقط في الحديث، وإنما أن نجعله واقعا على أرض الواقع. لأن أنا أستطيع أن أقول جميع ما أريد وأن أتحدث عن التوعية، ولكن إن لم أقم بذلك بتطبيق ذلك أنا فلن يكون له أي تأثير. نعم، التوعية مهمة جدا في هذه الحالة، ولكن أيضا الفحوصات مهمة جدا. يعني هل يوجد عدد كبير من الفحوصات في منطقة النقب؟ بشكل عام أعداد الفحوصات هي قليلة، ليست في النقب وإنما بالمجمل في الدولة. نتحدث اليوم ما يقارب 5000 فحص مقارنة مع كان معدل 10000 قبل 3 أسابيع ما يقارب يوميا، وبالتالي هنالك انخفاض كبير. هذا يكون لعدة أسباب، منها عمليا عدم التوجه للفحوصات، جزء من هذه الفحوصات هي متابعة على الحالات الموجودة، وقد يكون تأثير لقلة أو للعدد المنخفض للفحوصات تأثير على عدد الإصابات. عندما تحدث أنه 20 إصابة يوميا أو أقل، قد يكون هذا بسبب العدد المنخفض، ولكن الفحوصات انتقلت اليوم إلى صناديق المرضى وهي سهلة المنال كما يقال، وبالتالي كل من يحتاج إلى الفحص سواء كان بسبب أعراض أو أسباب أخرى قد يستطيع التوجه لطبيب العائلة ومن ثم إلى صندوق المرضى للقيام بالفحص. طيب، ما هي المناطق الأكثر خطورة الآن في النقب؟ منطقة حورة بشكل أساسي هي المنطقة الحمراء اليوم في منطقة النقب. رهط هنالك تفاعل كبير وتحسن كبير. منطقة عرعر النقب 24 حالة شفت منها 11 حالات، وبالتالي حورة ما زالت تعتبر منطقة حمراء، لذلك لها قوانينها الخاصة حتى الآن سواء بخصوص المدارس سواء المساجد أو ما شابه. نتوقع أنه خلال أسبوع 10 أيام سيكون تحسن كبير، وقتها سيكون عدد حالات الشفاء أكبر بكثير من الآن. طيب، كان في نقاش كل هذا الأسبوع على موضوع عودة الطلاب إلى المدارس، اختلف النقاش من منطقة إلى أخرى. ماذا عن النقب؟ هل المدارس مهيئة لاستقبال الطلاب؟ بداية نحن نتحدث عن شهر رمضان، وبشكل عام نسبة الحضور في شهر رمضان هي للأسف في الأصل يعني هي قليلة، ما يقارب 50% فقط من الطلاب. ولكن في النقب هنالك المجالس تعمل على التجهيز المدارس، ولكن لا نستطيع أن نقارن هذا التجهيز بالتجهيزات في الوسط اليهودي، لأن الوسط اليهودي كان هنالك تحويل لميزانيات أكبر بكثير من الوسط العربي. هذا من ناحية واحدة. من ناحية ثانية نتحدث أن هنالك الآن طقس حماسيني، يعني صراحة اليومين الأخيرين والأيام المقبلة هو طقس صعب تحمله، وأن تحدثنا عن كرة غير معترف فيها وعن الحياة أصلا هناك، فما بالك في المدارس أيضا بالإضافة. هل في مكيفات، تكفي المكيفات أو لا؟ وأنا صراحة أقولها بصراحة، ليس من السهل اليوم حتى وإن كانت هنالك التجهيزات في المدارس أن نبعث الأطفال في هذا الطقس الحار بشكل كبير إن لم نكن متأكد أن هنالك جميع الجهوزية لأن يكون هنالك الطلاب في أحسن الظروف خلال ساعات اليوم في الحر الشديد. نعم، سلامة الطلاب والأطفال من أهم الأمور. دكتور نعيم أبو فريحة، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، شكرا لك. تواصل شركات الأدوية في دول العالم بإجراء تجارب على إنتاج لقاح من أجل التصدي لفيروس كورونا. وفي أخبار إيجابية، أعلنت شركة موديرنا وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن أن لقاحها المحتمل عزز نظام المناعة لدى المشاركين إلى نفس مستويات الحماية أو أعلى مثل المرضى الذين تعافوا من المرض.
تستمر تداعيات فيروس كورونا بإلقاء ظلالها على العالم رغم ازدياد أعداد المتعافين، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم وسحب عضوية الولايات المتحدة من المنظمة التي سخر منها في وقت سابق بصفتها دمية للصين في رسالة إلى مدير العام للوكالة، هذا إذا لم تقم بتحسينات جوهرية في 30 يوما القادمين على حسب ما ذكر في تغريدته. ومن جانبها وعدت منظمة الصحة العالمية بإجراء مراجعة مستقلة للاستجابة العالمية للجائحة بعد أن دعت البلدان في اجتماع افتراضي لجمعية الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق لمعرفة أسباب ظهور فيروس كوفيد 19. وتواصل شركات الأدوية في دول العالم بإجراء تجارب على إنتاج لقاح من أجل التصدي لفيروس كورونا. وفي أخبار إيجابية أعلنت شركة موديرنا، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها بوسطن، أن لقاحها المحتمل عزز نظام المناعة لدى المشاركين إلى نفس مستويات الحماية أو أعلى مثل المرضى الذين تعافوا من المرض. وأظهرت النتائج الأولية للدراسة السابقة على هذه التجربة أن مستويات الأجسام المضادة التي أنتجها اللقاح كانت مماثلة لتلك الموجودة في عينات الدم المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد 19. ووفقا للشركة الأمريكية تبين أن اللقاح الذي قاموا بتطويره آمن، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على عدد كبير من المتطوعين في يوليو تموز المقبل. وتسببت هذه الأنباء في ارتفاع أسهم شركة موديرنا في البورصة الأمريكية بنسبة 25%. وعلى الصعيد العالمي تأكد إصابة 4,800,000 حالة بفيروس كورونا، كما توفي أكثر من 318,500 شخص وفقا لجامعة جونز هوبكنز، وتعافى ما يقارب 1,800,000 من الفيروس. ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي بروفيسور بشارة بشارات، المسؤول الطبي في وزارة الصحة عن ملف كورونا في المجتمع العربي. أهلا بك بروفيسور بشارة. السؤال المطروح اليوم، أين وصل تطوير اللقاح الذي تتنافس عليه دول العالم؟ يعني في نص الطريق. إحنا يعني واضح عادة بين ما مختبر معين يوجد دواء أو مصل أو إشي عبين ما يكون في الصيدليات وفي الاستعمال وخد فترة طويلة. يعني في 3 مراحل على الأقل في إنتاج تطعيم، يعني في البداية إن يشوفوا إنه مناعة موجودة في الجسم، المرحلة الثانية الوقاية تبعته أو قبل الوقاية، والمرحلة الأخيرة هي التجربة على بني آدمين على الناس اللي يمنع المرض عنده. هاي التجارب اللي بيسموه كلينيكال ترايل بعده ما انعملش ولا في أي تطعيم من اللي بيحكوا عنه اليوم في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في دول أخرى. ولكن التقديرات كلها بتقول إنه في الشتاء القادم، يعني السنة بعد ما بدي وباء الكورونا، إن شاء الله راح يكون تطعيم والكل بتصارع إنه طلع التطعيم وكل رايحين ينجح. طيب. عمليا ممكن أكثر من تطعيم يكون وأكثر من تطعيم يعطى، زي تطعيم الإنفلونزا أكثر من دول بتصنعه وبتعمل. طيب. قالت شركة موديرنا والتي تحدثت عنها وتحدث عنها التقرير، التي تعمل ضمن جهود عالمية لتطوير اللقاح لمواجهة فيروس كورونا، أنها طورت أجساما مضادة يمكنها مواجهة فيروس كورونا، كما تحدثت الحديث عن 3 مراحل. ما رأيك في هذا التطوير؟ يعني كل أسبوع أو كل شهر يوجد شركة أو أي مركز أبحاث يقول نحن في صدد تطوير لقاح، ما رأيك في هذا التصريح؟ طبعاً يعني أجسام مضادة لقوها عند الناس اللي أخذوا التطعيم، ولكن ما بيقول إنه هذول الناس إذا أجا عندهم الفيروس بشكل وباء ممكن يحموا حالنا ولا لا. يعني هاي بعدنا في مراحل بدائية، وأكثر من شركة فرجوا أو أبدوا ظهور الأجسام المضادة، شركة فايزر في الولايات المتحدة وشركات من بلاد أخرى. مشان هيك أنا عمال بقول إنه حاليا إن شاء الله، يعني حسب كل الشركات الأشياء اللي بتعلنوا، واضح إنه في إمكانية إنه في الشتاء القادم يكون في عنا تطعيم، لأنه إذا في جولة أخرى لفيروس الكورونا، الكل بيحكي عن جولة أخرى،
واجت في الشتاء مع الانفلونزا الموسميه راح تعمل خربطه كبيره في الجهاز الصحي. وعند الناس راح الانسان يكون عنده علامات انفلونزا وما يعرف الانفلونزا الموسميه او الكورونا. طبعا الكل رايح ياخذ تطعيم للانفلونزا الموسميه حتى ما تصير شربكه وخربطه في جسمه او في تفكيره، والكل رايح ياخذ تطعيم الكورونا اذا صار. وعلى الاغلب توقعاتي انه نعطي التطعيم الانفلونزا مع تطعيم الكورونا في نفس الفتره، لانه بفكر انه مع ارتفاع درجه الحراره الان مع نزول الموجه الاولى صعب تيجي موجه اخرى او مستبعد تيجي موجه بعد اسبوعين ثلاثه بنعرف في هذا الصيف. فالموجه الثانيه على الاغلب حسب كل التقديرات شهر 9 شهر 10، وان شاء الله بيكون في عندنا صار او بعدها بشوي بيكون التطعيم الموجود في الأسواق وتوزيعه منظمة الصحة العالمية راح توزعه حتى على العالم الفقير مش بس على العالم الغني. طيب ما رأيك في إعادة الحياة أو إعادة الحياة بشكل تدريجي، التخفيف الإجراءات التي يعني بادرت فيها الحكومة؟ هل تسرعت نوعا ما؟ يعني نحن نتحدث عن فتح مطاعم، عن تقارب جسدي على الأقل، ما رأيك في هذه الإجراءات؟ واضح أنه في طلع بحث كبير من جامعة هارفارد قبل أيام بيقول انه شدة العدوى بتخف مع درجة الحرارة. ما قدروا يثبتوا في بحث هارفارد انه الفيروس يموت نهائيا في درجة الحرارة العالية، ولكن واضح انه شدة العدوى عمالة تنزل عندنا في البلاد، وحتى يعني شدة المرض يعني اللي عمالة بنشوفه ومن التجربة في الأسابيع الأخيرة، يعني 130-140 حالة اللي كانوا في مدينة حورة في النقب في قرية حورة، أكثر من 95% من المصابين اللي أثبتوا الفيروس عندهم كانوا بدون علامات مرضية. يعني دائما كان في نقاش دائما دكتور بروفيسور إنه فيش علاقة أو في علاقة بين ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروس. هل ما نمر به اليوم يعني عن انحسار نوعا ما الوباء يقول لنا شيء عن العلاقة بين درجة الحرارة وانتشار الفيروس؟ نعم، هيك كان تفكيري من البداية وأعلمته، وبحث جامعة هارفارد قبل أيام بيّن أنه في علاقة، ولكن البحث قال أنه صعب اليوم نقتنع أو نشوف أنه بسبب الحرارة يموت الفيروس، ولكن شدة العدوى نزلت مع ارتفاع درجة الحرارة. هذا أكيد أنه شدة العدوى نزلت مع ارتفاع درجة الحرارة، ولكن نروح نهائياً علامة سؤال بعدها موجودة بنعرف في الأسابيع الجاي. أنا حسب رأيي الانفتاح كان مفروض يكون لأنه بلشت الأرقام تنزل، في نقاش لهون ولهون. أنا بأيد الحظر، استمرار الحظر لكمان أسبوعين ثلاثة في الحيز العام في المحلات الكبيرة، أنه الكل يكون مع كمامات على الأقل. أثبتت كثير أبحاث أنه بالنسبة للكفوف القفاز مش كثير بفيد لأنه ممكن هو يعني يعمل مضاعفات، ولكن استعمال الكمامة في الحيز العام راح تمنع استمرار الوباء، وهذا الشيء بنصحه. حتى كمان أسبوعين ثلاثة راح تبدأ فحوصات دم في صناديق المرضى حتى نعرف نسبة الناس اللي حاملين مضادات في الجسم ضد الفيروس، فهيك بنعرف إنه كان في عندهم الفيروس. قديش الناس اللي حملوا الفيروس في البلاد، مش بس المرضى اللي بنعرف رقمه، ولا قديش الناس، وهيك بتكون صورة أوضح. هل إحنا أمام، هل الموجة الجاي قريبة بعيدة، كل هاي الأشياء. في الوقت الحالي بنصح استعمال الكمامة في الحيز العام، في الاجتماعات، في كل محل. الحذر دوما واجب. بروفيسور بشارة بشارات، المسؤول الطبي في وزارة الصحة عن ملف كورونا في المجتمع العربي، شكرا لك. أما الآن إلى الناصرة، حيث ضربت أزمة قطاع السياحة بشكل كامل وأدت إلى دخول أكثر من 3000 عامل من الناصرة إلى دائرة البطالة بمعدل تخطى 50% من العاطلين عن العمل في ضربة قاسية لمدينة الناصرة. أزمة هي الأصعب على قطاع السياحة في البلاد عامة وفي مدينة الناصرة على وجه الخصوص،
بعد تفشي فيروس كورونا، فمدينة البشارة التي تعتبر من أهم المعالم السياحية في البلاد تتلقى الضربة الأكبر بعد توقف تدفق السياحة إليها. احنا بنحكي على 3000 عيلة، 3000 بيت، فهذا بيحكي على جزء كبير من أهالي الناصري تضرروا مباشرة أو بشكل غير مباشر. يعني أعطي مثل، حتى الأفران اللي بيصنعوا الخبز للفنادق تضررت، لأنه كمية الطلبات من الفنادق انعدمت، فبالتالي الضرر المباشر هو للعاملين في مجال السياحة مباشرة، من موظفين فنادق، موظفين شركات سياحة، مرشدين، سائقي باصات وإلى آخره، وأيضا يزودوا المرافق السياحية بخدمات عينية مختلفة مثل الطعام، مثل خدمات الحراسة والغسيل وما إلى ذلك. أيضا فيما يتعلق في المرشدين السياحة هناك الضرر المباشر للمرشد السياحي وضرر غير مباشر لكل من يستفيد من عمل المرشد السياحي. هذه النوافذ المطلة على مدينة الناصرة كانت يوما مفعمة بالحياة تحولت إلى شبه مهجورة، فأكثر من 1.5 مليون سائح يزورون المدينة سنوياً، أدوا إلى انتعاش اقتصاد المدينة في السنوات الأخيرة، إلا أن الأزمة دمرت اقتصاد الفنادق وأغلقت أبوابها. أوتيلات بالبلاد وبالأخص بالمنطقة اللي هي الناصرة، الضرر تبعنا هو مع بالسياحة الداخلية اللي بتيجي من جروبات سياحية، بسبب إنه أول إشي فيش طيران، وتاني إشي طبعا الوضع العام العالمي متضرر، فكل هذا نزل، وللأسف إحنا من آخر المجالات اللي راح تترعنين يعني تتجدد وتنتعش. في عنا خبرة كيف ننتعش من جديد، بس طبعا بحاجة لدعم الحكومي، يعني إذا ما بيكون دعم من الحكومي للتعويض على الأقل على هاي الفترة، فالمجال تبعنا يعني راح يتضرر كتير، والضرر اللي بيصير عليه هو مش ضرر زي لو إنه تاجر مثلا بضاعته ما انبعتش إسا بدها تنبع كمان شهر، إحنا عنا الغرفة بالأوتيل إذا ما انبعتش الليلة خلص خسرتها، إذا القاعة مسكرة ما فتش عليها مناسبة أو المطعم ما فتش عليه حدا، هذا هو يعني ما راح تستفيد منه كمان مرة. ضربت الأزمة القطاع بشكل كامل وضمت أكثر من 3000 عامل من الناصرة إلى دائرة البطالة، بمعدل تخطى 50% من العاطلين عن العمل، في ضربة قاسية لاقتصاد المدينة، حيث من المتوقع أن تكون عودة القطاع السياحي للعمل آخر مراحل العودة للحياة ما بعد كورونا في البلاد. وينضم إلي السيد طارق شحادي من جمعية الناصرة للثقافة والسياحة. أهلا بك سيد طارق، ما هو حجم الخسائر، يعني ما تقديرك لحجم الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة في الناصرة، وما تأثيرها على قطاع الاقتصاد بشكل عام للمدينة؟ مساء الخير لكم جميعا. طبعا قطاع السياحة هو كما ذكرنا سابقا أول من تضرر في جائحة الكورونا، وهو من آخر من سيعود إلى العمل، ولكن الخسائر هي جمة. نتكلم عن أكثر من 2000 عاطل عن العمل أو خرجوا إلى عطلة بدون راتب، من الفنادق، من المطاعم، سائقي حافلات، مرشدين السياحة، وكلاء السياحة. ونحكي على أمرين، الأمر الأول هو العمالة والتشغيل، وهي الموظفين اللي قامت في الخروج إلى عطلة بدون راتب، ونحكي على الأمر الثاني اللي هو المستقلين، إن كان من مرشد سياحي أو من أصحاب مصالح صغيرة، ونحكي على مبالغ طائلة اللي خسروها في المصالح الصغيرة المتوسطة والكبيرة، الفنادق مغلقة، المطاعم مغلقة، يقال إنه ب 27 شهر ستعاد الحياة اللي طبعتها في هذه المرافق، ولكن الأزمة حادة جدا. في حلقة سابقة حسيت سويت مقاربة بين إيلات والناصرة، يعني في تعويض، لا يحكى عن تعويض لمدينة إيلات كمدينة سياحية، ولا يحكى عن التعويض حتى الآن لمدينة الناصرة، أليس الأمر كذلك حتى الآن؟ للأسف الشديد الناصرة مغيب، يعني احنا بنقول في عنا الضعف أو التعامل المشحف في حق الناصري من قبل الحكومة على مدار السنوات الطويلة،
كونها مدينة عربية أولا، بهاي الجائحة كونها مدينة سياحية، والأمر الثالث هي من ما يسمى بالضواحي البلاد، يعني المركز البلاد موجود والضواحي مثل النقب والجليل كمان مغيبين من ناحية الحكومة. فإحنا كعرب وكمدينة سياحية وكجزء من الشمال عمليا متضررين ثلاث مرات. الأماكن التي يوجد بها ضغط حكومي وعلاقة بين البلدية وبين الحكومة قوي ومن نوع من تضافر الجهود، أتى في تعويضات مثلا يقال في طبرية وفي إيلات، والقدس طبعا كالعادي، الناصرة مهمشة كالعادي. للأسف الشديد لا يوجد صيغة للتعويض حتى في موضوع السياحة بشكل عام، حتى هذا الأمر تم إقامة منتدى وحراك شعبي سياحي في كل البلاد ونحن شركاء فيه، كذلك حراك في الشمال لكل القطاعات التي تتضرر، زراعة، الحاضنات والسياحة، وقمنا بمظاهرة يوم السبت الفائت في الناصرة، سنقوم في عدة خطوات تصعيدية في المستقبل حتى لو بعد رجوع عمليا كل المرافق السياحية أو المطاعم أو الترفيهية والتسويقية كلها بحاجة إلى دعم الآن حتى تستطيع أن تستمر بعد أشهر. السياحة لن تعود غداً، السياحة بحاجة إلى وقت، وخاصة السياحة الوافدة من خارج البلاد. نحن نتكلم أنه 2020 كانت الفترة السابقة، فترة الكورونا عملياً شهر 3-4-5 هي فترة مزدهرة جداً بالسواح، عملياً هاي هي الفترة الأحسن من ناحيتنا في كل السنة على مدار سنوات. نعم، كشفت الكورونا سيد طارق على مسؤولية كل شخص في هذا المجتمع، يعني كيف يمكن المساهمة في تخفيف الضرر الذي أحدثته كورونا في هذا الوقت، يعني غير الجهات المسؤولة، ما هي المسؤولية الشخصية؟ طبيعي أظن أنه يعني إحنا كمجتمع وكأقلية فلسطينية في هذه البلاد، وجودنا مع بعض، تضافر جهودنا مع بعض، كيف نستطيع أن نقوم بالنهوض في مصالحنا وفي عمليا إعادة العمال إلى أعمالهم. هذا الأمر بحاجة قبل وبعد وخلال المطالبة من الحكومة بأخذ دورها أن نقوم نحن كمجتمع بالتضافر والتكافل. عندما نستطيع أن نقوم بزيارة الأماكن التي ستفتح في الأيام المقبلة، طبيعي سنقوم في مساعدة هذه الأماكن في الوقوف على رجليها، رغم أن هذا الأمر صعب جدا بدون تعويض، ولكن وجود مصالحنا القروية المدنية الموجودة في المدن والقرى العربية بكيفية الشراء فيها، بكيفية الزيارة، يعني هنالك سياحة داخلية عربية، تعالوا نروح على قرانا ومدننا ونساعدهم كمان يوقفوا على إجريهم في هذه الفترة حتى نشوف شو بيصير لقدام. نعم، هي حلول بديلة مهمة جدا كخطة نهوض على الأقل جزئية لاقتصاد الناصرة. السيد طارق شحادي من جمعية قرانا ومدن العربي، كل الأماكن إحنا بحاجة نوقف مع بعض في هذه الفترة. نعم، لأنه شفنا الحكومة تعتبرنا غير موجودين، هنالك مسؤولية شخصية. نعم، السيد طارق شحادي من جمعية الناصرة للثقافة والسياحة، شكرا لك. شكرا لكم. تعرضت الجبهة الطلابية إلى حملة تحريض عنصرية واسعة على ضوء نشاطها الأخير في ذكرى النكبة وإتمام نشاطات الأسبوع الطلابي لإحياء ذكرى النكبة، وكانت حركات مثل إمترتو وحركة كحول لافان الطلابية وحركة شباب الليكود قد أرسلت رسائل احتجاجية للجامعة وطلبات بفتح تحقيق بالشرطة على أثر النشاط والفيديو الأخير. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي أمين عام الحزب الشيوعي سيد عادل عامر، أهلا بك سيدي. ما أهمية وجود الحركات الطلابية ودعمها خاصة في خضم موجة العنصرية الموجودة؟ مساء النور. بداية الحركات الطلابية بشكل عام هي دائما حركات طلائعية وريادية في العمل السياسي، وفي حالتنا نحن الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، الجبهات الطلابية وحركاتنا الطلابية دائما كانت رأس الحربة وطليعية وريادية في مقارعة اليمين الفاشي، ودائما وقفت إلى جانب شعبها، إلى جانب قضايا الطبقات المسحوقة
ضد الحروب على أنواعها وأشكالها. والحركة الطلابية هي رافد أساسي من روافد العمل السياسي اليساري المتنور التقدمي، وهي أيضا كانت حاضنة على مدى سنوات طويلة جدا للكثير من القيادات، وخاصة بما يتعلق بجماهيرنا العربية. ربما تبرز هذه الأهمية سيد عادل، خاصة يعني مع تقديم شكوى ضد الحركة الطلابية من قبل الجيش الإسرائيلي. يعني الجيش الإسرائيلي يقدم شكوى ضد حركة طلابية، هذا يشير إلى أهمية وجود حركات طلابية في الجامعات الإسرائيلية. طبعا بالتأكيد، أولا هذا يشير على الدور الهام الذي قامت به الحركات الطلابية وخاصة الجبهة برسالتها الواضحة بما يتعلق بالنكبة وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره. ولكن هناك بتقديم الجيش شكوى، هناك مؤشر خطير آخر، هو أن عسكرة المجتمع الإسرائيلي، عسكرة السياسة الإسرائيلية وتدهورها نحو الفاشية وتدهورها وتبنيها لطروحات اليمين الاستيطاني الفاشي، هو الخطر الذي باعتقادي الجبهات الطلابية والحركة الطلابية أشارت إليه في أسبوع النكبة وكذلك الفيلم الذي عرضته من خلال هذا الأسبوع، بأن المجتمع الإسرائيلي، السياسة الإسرائيلية أصبحت تضيق بالحيز الديمقراطي، أصبحت لا تتحمل أي رأي آخر. وهذا إذا كان يشكل خطر فهو لا يشكل فقط على الأقلية القومية العربية الفلسطينية، وهي الضحية الأولى للفاشية والضحية الأولى للتحريض العنصري واليميني والجيش، ولكن هذا التحريض سيصل حتما إلى أوساط في المجتمع الإسرائيلي تختلف فكريا وإيديولوجيا مع طروحات اليمين، وقد رأينا ذلك في العديد من المحطات في الأشهر الأخيرة. انضمام الجيش إلى هذا، إلى هذه الشكوى هو مؤشر خطير، يجب عدم السكوت عليه. دائما كان الحرم الجامعي وفي كل العالم محصن وممنوع عليه كل مظاهر العسكرة، وهو دفيئة للفكر، دفيئة للرأي الآخر، وهو الحاضنة لفلسفات متنوعة من الفكر الإنساني والفكر البشري، باستثناء العسكر التي تعتمد القوة، تعتمد الدم وتعتمدها. في المجتمع الإسرائيلي وفي السنوات الأخيرة الجامعات وإدارة الجامعات تعطي شرعية واضحة لعسكرة الحرم الجامعي، وهذا مؤشر خطير. ولهذا تنضم إلي سيرين حامد، أيضا سكرتيرة الجبهة الطلابية في الجامعة العبرية في القدس. أهلا بك سيرين. تحدث عادل عن عسكرة الحيز الإسرائيلي، عسكرة السياسة الإسرائيلية، عسكرة المجتمع الإسرائيلي، هل دخلت العسكرة أيضا إلى الحرم الجامعي؟ يعني هل تشعرين بعسكرة الجامعة من خلال النشاط؟ طبعا طبعا بالفعل. أولا يعطيك العافية جميعا، مهم جدا نشدد ونذكر أنه ظاهرة العسكرة بقلب الجامعة العبرية وباقي الجامعات هي مش ظاهرة جديدة، إنما هي موجودة عبر سنين، لكن بلشت تظهر بشكل واضح جدا بالفترة الأخيرة، بالسنة الأخيرة خصوصا بالجامعة العبرية. بالأشهر الأخيرة عم بيكون تواجد مكثف كتير كبير لعناصر الشرطة والجيش الإسرائيلي بالجامعة العبرية، هني عم بتواجدوا معنا كطلاب وجنود بجانبنا بمشهد جدا طبيعي بشكل يومي، إن كان بالصفوف، بالمحاضرات، بالمكتبات. طبعا هذا مهم نذكر انه كمان اجى كتكمله لتخصيص مقاعد للجنود بتخصصات الدراسات الشرق الاوسطيه والدراسات الاسلاميه، وهذا المخطط بلش يبين بشكل علني بعد خساره شريحه كثير كبير من الطلاب اللي هي بالاساس طلاب عرب فلسطينيين موجودين بالجامعه، اللي خسروا سكنهم بشهر 7 اللي مرق، وتكمله لهيك بشهر 1 اللي اجبروهم الجامعه انهم يطلعوا من السكن بفتره الامتحانات بحجه ترميمات السكنات، وبعدها بتضح انه تم تخصيص هاي السكنات بالاساس للجنود، وطبعا مع تحويطها بكل الملزمات من ناحيه ان كان
أمن وكاميرات وكل هاي الشغلات اللي هني بيحتاجوها. ومهم كمان نذكر إنه من شهرين اكتشفنا وجود عناصر من الشرطة على سطح الجامعة اللي هني بشكله سببوا بشكل جدا واضح على أهلنا بالعيسوية. فهذا كان بيكون جدا واضح بالجامعة العبرية بشكل إنه يومي اللي بشكل خوف لكثير من الطلاب العرب الموجودين بالجامعة بدءا من وجود السلاح، القوة العسكرية، الزي العسكري، كل هاي الظواهر العسكرية الموجودة بالجامعة. طيب سيرين، سيرين هل كان في توجهات؟ يعني أنت بتحكي على أشياء إحنا جزء منها بنعرفها بس أشياء خطيرة جدا خاصة كوننا بحرم جامعي، هل في توجهات على الأقل يعني شكل بيروقراطي تقني لا إدارة الجامعة؟ طبعا من مهم كثير ذكر انه الجبهه الطلابيه بالجامعه العبريه بدات توجهاتها لاداره الجامعه من سنين، وخصوصا بالسنه الاخيره احنا توجهنا اكثر من مره برسائل ومكاتيب احتجاجيه على الشيء اللي عم بيصير بالجامعه، لكن بكل مره كان في حجه الجامعه تكون مختلفه او تنكر الشيء اللي عم بيكون والإشي. يعني عشان هيك احنا دائما بنشدد انه احنا رح نواصل بموضوع بموضوع النضال ضد العسكرة حتى لو عم بيكون في هذا الرد الخطير ان كان من قبل الجامعه وان كان التحريض من قبل الحركات اليمينيه الشرسه اللي عم بيكون باليومين الاخيرات، لانه بشكل واضح وجود العسكرة بقلب الجامعات وجدا إشي خطير، ويعني بردد باللاوعي من مشاركة وابداء ان كانوا الطلاب بقلب المحاضرات، عدم الراحة بممارسة الامور اليومية، بيؤدي لغضب داخلي بكوننا جزء من هاي العسكرة بشكل غير ارادي واجبارنا بشي مرحلة لطلاب معينين انهم يخفوا ان كانت الهوية الفلسطينية او يتنازلوا عن مركبات ثقافية اجتماعية بسبب الخوف اللي عم يتواجد عندهم وجودهم بحرم الجامعة مع عناصر إن كانت شرطة وإن كانت من الجيش الإسرائيلي. نعم، قد يغير أيضا فكرة الجامعة وجود الجيش داخل الجامعة. سيرين حامد سكرتيرة الجبهة الطلابية في الجامعة العبرية في القدس، شكرا لك. نبقى معك أستاذ عادل، يعني عم تحكي على خطورة على شعور بعدم الأمان في داخل الجامعات، سألت إذا توجهتم لإدارة الجامعة قد توجهوا، هل توجهتم أنتم كحزب لإدارة الجامعة؟ ما يحدث خطير جدا ويهدد أمن الطلاب. صحيح، أنا أتفق مع الرفيقة سيرين بكل ما قالته، وهو وما يجري في الجامعة العبرية وفي جامعات أخرى هو مؤشر على مدى انتشار وتعمق ظواهر الفاشية في المجتمع الإسرائيلي. وكنا نتمنى أن تكون الجامعات حالة استثنائية من هذه الظواهر الفاشية في المجتمع، ولكن على ما يبدو أنها خضعت إلى ضغوطات اليمين ولضغوطات المؤسسة الأمنية وأصبحت جزء فعال ليس جزء ساكن بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية. طب هل برأيك في خصوصية لجامعة الجامعة العبرية في القدس، ولا هو شيء جامع يعني على كل الأكاديمية الإسرائيلية، ولا في خصوصية كون الجامعة؟ أولاً نحن نتحدث عن كل الأكاديمية الإسرائيلية، عن كل الجامعات، ولكن للجامعة العبرية هناك خاصية أخرى أنها قريبة وأصبحت تشكل مباني الجامعة سكنة عسكرية لقمع أهلنا في العيسوية. هذا هو الخطر في هذا، هو أن تسمح الجامعة باستخدام مبانيها أيضا لتكون أداة لقمع شعب آخر. ولكن ما ذكرته الرفيقة سيرين حول إعطاء أفضلية لمن يخدم في الجيش إن كان في السكن وإن كان في أماكن في مقاعد الدراسة هو لا يقل خطورة عن ذلك. أي هذه المظاهر العسكرة أصبحت في الأكاديمية الإسرائيلية أصبحت متجذرة بشكل المقياس للقبول وإعطاء حقوق للطالب هو مدى التزامك الأمني ومدى خدمتك في الجيش وليس مدى استعدادك ورغبتك في التعلم والاستفادة. التشويه في هذه المعايير هو الخطر، وهو أيضا تشويه في كل معايير التي تتعامل في المجتمع الإسرائيلي بحيث يكون العامل الأمني، العامل العسكري، العسكرة هو العامل الحاسم. ونحن من خبرتنا كحزب شيوعي وكذلك قوة يسارية أساسية نحن نعلم من هم الأكثر
رغبة في فرض هذه التوجه، وهو لا يشارك اليمين واليمين الاستيطاني، وهو الذي يخدم هذه الأجندة. ولهذا نحن نستغرب ونستهجن ونستنكر كذلك أن تنضم أصوات حتى تعتبر نفسها من ناحية سياسية في المركز أن تنضم إلى حملة التحريض على الجبهات الطلابية في ما قامت به في أسبوع النكبة. طيب سيد عادل، أريد أن أسألك عن أمر آخر غير عسكرة الحيز أو الحرم الجامعي، عسكرة يعني النماذج، النظريات، العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية. هل تشعر أنه حتى في النماذج هناك يعني نظريات أمنية أو عسكرية أكثر من أي فترة سابقة؟ نحن مطلعون دائما على ما تسعى إليه المؤسسة الصهيونية بشكل عام، وهو أنها تريد أن تفرض الرواية الصهيونية كرواية وحيدة وواحدة، وكأنها هي التي تمثل الحقيقة لما جرى في السياق التاريخي لشعبنا العربي الفلسطيني. ولهذا ما أزعج هذه المؤسسة إن كان على المستوى الرسمي وإن كان على المستوى الأكاديمي أن صرخة وقول الجبهة الطلابية كان واضحا وكان صريحا وكان مباشرا بطرح الرواية الفلسطينية الحقيقية لما جرى لشعبنا وللشعب العربي الفلسطيني من خلال النكبة. هذا ما تسعى إليه للأسف الشديد أن العلوم الإنسانية والعلوم الفلسفية في الجامعات أيضا تسعى إلى هذا الأمر، ولهذا نراها أيضا بكل ما يتعلق بالمحاضرين التقدميين الذين يطرحون آراء مختلفة للرواية الصهيونية، نراهم يقصونهم عن الطواقم الأكاديمية ويحاولون كم أفواههم، ولهذا يواجهون عندما يواجهون حركة البي دي اس ومقاطعة الجامعات نراهم يستشطون غضبا وألما من هذه المقاطعة، ولكن يحاربونها أيضا، يعني يحاربونها أيضا في وحدات خاصة في الجامعة تحارب حركة البي دي اس. أمين عام الحزب الشيوعي الإسرائيلي السيد عادل عامر، شكرا لك. طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السماح له بالتغيب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بثلاثة ملفات فساد بتهم تلقي رشا والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو ادعى في طلبه بعدم حضور جلسة محاكمته الافتتاحية بأنها تشمل نقاشات تقنية. بعد نجاحه في تشكيل حكومته الخامسة، يسعى نتنياهو بشتى السبل للتملص من الوقوف في قاعة المحكمة أثناء البدء في أولى جلسات محاكمته في قضايا الفساد الموجهة إليه، والتي من المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري. ولن يستطيع أن يتملص من المحكمة، المحكمة بلشت عمليا، ولكن هو سيتملص من الظهور هناك، الظهور الإعلامي، بنهاية المطاف ممكن أن المحكمة تتجاوب. أنا لن أستغرب أن تتجاوب المحكمة مع طلبه أنه ما يظهر بالجلسة الأولى تبعت المحكمة، لأنه راح يكون في ترتيبات، وبالذات بفترة الكورونا راح يكون في ترتيبات لتواجده في المحكمة مع حراس، مع كل الضجة الإعلامية ستتطلب تغييرات في كل مبنى المحكمة. وقد تمكن نتنياهو حتى الآن التملص من القضاء عندما أقدم على إغلاق المحاكم بحجة كورونا وتأجيل موعد البدء بمحاكمته مرتين بمساندة وزير القضاء، مما أكسبه وقتا كافيا لتفكيك حزب كحول لافان وتشكيل حكومة يقف على رأسها، مما يطرح عدة تساؤلات حول خطواته القادمة المتعلقة بمحاكمته واحتمالية إدانته بقضايا الفساد. احنا رح نشوف محاولات لإجراء تغييرات قانونية على القوانين بهدف إخراجه من الأزمة القانونية. بكل الحالات أنا توقعاتي أنه احنا نتحدث عن حكومة 3 سنوات على الأقل، هي واحدة من الحكومات الأثبت من ناحية المبنى الائتلاف الحكومي، تتحدث على مش 61 ولا 65، احنا بنعرف انه خلال ال20 سنة الأخيرات غالبية الحكومات كانت حوالي 65 66 عضو كنيست، احنا بنتحدث الآن عن دعم أكثر من 78 عضو كنيست دعم للائتلاف الحكومي.
باعتقادي هي ستكون حكومة ثابتة إلا إذا صار في خلاف على استبدال بعد سنة ونص على الاستبدال بيناتهم. نجح نتنياهو حتى الآن من تخطي العديد من العقبات التي وقفت أمام تشكيله للحكومة، كما نجح في إبعاد منافسيه داخل حزبه الليكود وتعيين المقربين منه في الوزارات المهمة، مما يمنحه قوة سياسية كبيرة في المرحلة القادمة لمواجهة الاتهامات وملفات الفساد الخطيرة التي تحيط به. ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلي حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي. أهلا بك سيد حسن. ربما لن توافق المحكمة على طلب نتنياهو، ولكن ما معنى أن يطلب نتنياهو هذا الطلب في أول خطوة له في حكومته الخامسة؟ طبعا هذا الطلب بيتم يأتي من رئيس الحكومة أساس عمليا يخلق حوار سياسي اجتماعي، واللي يدعو انه وكأنه هو الملاحق من قبل سلطة القضاء في اسرائيل، لانه هاي النقطة هي المركزية في الدفاع عن نفسه في هاي المحكمة. اليوم بحاول كل المجتمع الاسرائيلي انظروا، انا مشغول في الكورونا، انا مشغول في امور امنية وعلى شغلة تقنية، بدهم يحضروني امام المحكمة، هل توافقون على ذلك ام لا؟ فعمليا بهاي الحالة هو بحاول يتحدث الى المجتمع الاسرائيلي. كل الهدف منها انه وضعه وكانه هو الضحيه، هو الضحيه الملاحق من قبل الجهاز القضائي، الجهاز القضائي مسيطر عليه، ما سماه نتنياهو الديب ستيت، القضاء اللي موجه من قبل اليسار الاسرائيلي، من قبل الجهات الليبراليه الاسرائيليه، وهي التي تلاحق نتنياهو حتى في ظروف الكورونا، حتى في ظروف امنيه هو يلاحق، ويريدون أن يحضروا إلى محكمة في مسألة تقنية، جلسة تقنية، ولكن هي مش جلسة تقنية، جلسة هامة جدا. في هذه الجلسة عمليا المتهم عليه أن يمثل أمام المحكمة وفقا للقانون أي متهم، وأنه يأخذ محاولة أن يأخذ إعفاء عمليا، يطلب أن يميز لصالحه في هذه الحالة. ثانيا في هذه الجلسة هناك أهمية قصوى إنه المحكمة تسمع من المتهم نفسه، هل هو يعترف بما ينسب إليه أم لا، هل يقول إنه بريء أم لا. لذلك هي مش جلسة تقنية، ولكن نتنياهو بحاول يصورها كتقنية. نتنياهو راح يستغل هاي المحكمة من أجل مهاجمة الجهاز القضائي الإسرائيلي، محاولة إنه تصويره إنه ليبرالي، محاولة تصويره إنه معادي لليمين، والضحية الأساسية هو نتنياهو. هيك عمل في مسألة، إذا ذاكري مريم، مسألة زادة اللي قام في قتل فلسطيني، إعدام، وكان هناك كامبين حوالي لعرضه وكأنه هو ضحية. في صراع من الواضح أن يوجد صراع بين الحكومة والجهاز القضائي في إسرائيل. هل يحاول نتنياهو كسب هذه المعركة التي يعني بدأت، إن تحدثنا من سنوات الثمانينات إلى الآن، ليس فقط مع نتنياهو ولكن مع نتنياهو اشتد الصراع، هل بهذه الطريقة يحاول نتنياهو كسب النقاط أو الانتصار من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، السلطة القضائية عفوا؟ يعني هو بهاي المحاولة هو عارف ومدرك جيدا أنه النيابة العامة راح تعارض طلبه، مدرك جيدا أنه ما في خلفية قانونية لدعم طلب، ولكن هو ينظر للأمور أنه هو في حالة وين، إذا قدم الطلب سيثير نقاش حول طلبه، وإذا رفض يستطيع أن يتحدث أنه هنا في عملية ملاحقة له. طبعا اللي قلتيه صحيح، أنه هون في محاولة لاستخدام قوته كسلطة تنفيذية، كرئيس حكومة منتخب، كرئيس حكومة اللي عمليا اليوم عنده ائتلاف واسع جدا لمحاربة الجهاز القضائي، لتثبيت سلطة نتنياهو كرئيس حكومي، هذا واضح من هذا. ولكن الأمر الشخصي هنا أمر مهم، يعني علينا نفهم أنه أحيانا قد نحلل الأمور في نطاق سياسي وكأنه هي صراع بين السلطات، لكن مش بالضبط هيك، لأنه هنا بالنسبة لنتنياهو مصيره الشخصي هو
على هو الموضوع المركزي. ولذلك يكون بهذه الخطوات من منطلق شخصي أولا. وطبعا اللي ذكرتيه له التداعيات، إنه عمليا هنا محاولة لضرب السلطة القضائية وتثبيت السلطة التنفيذية وكأنه هي اللي عليها تقرر في هاي الأمور، ولكن الأمر والدوافع تاعته واضح إن الدوافع تاعته شخصية. حتى الائتلاف الحكومي مع جنس كانت هناك شروطات اللي ولا أي حكومي رئيس حكومي وضعها في السابق، أغلبها تتوجه نحو تضييق الخناق على الجهاز القضائي. فمثلا نتنياهو طلب أنه يكون شريك جدا لكل فيتو في تعيين القضاء، كانت محاولة أنه يكون لهم فيتو في تعيين النائب. كل هذه الأمور من أجل السيطرة مثل ما ذكرتي على الجهاز القضائي. ولكن شو الهدف من السيطرة على الجهاز القضائي؟ ما ننساش الأمر الشخصي أكثر من كونه أمر أيديولوجي. نعم، السيد حسن جبرين مدير مركز عدالة الحقوقي، شكرا لك على هذه المداخلة. أهلا فيك. أما الآن إلى أبرز ما شغل مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها من الأرجنتين، حيث سمح ببيع القميص الذي ارتداه دييغو مارادونا حين فازت الأرجنتين بكأس العالم عام 86، وذلك بهدف جمع المال لحي فقير في ضاحية بونس آيرس المشمول بالحجر الصحي بسبب كورونا. سأكون ممتنة له طيلة حياتي، وإن كان مارادونا يسمعني أقول له شكرا لك، شكرا لأنه قدم الكثير لنا في وقت لم يهتم بنا أي أحد. شكرا مارادونا. وفي الأرجنتين أيضا منسق اسطوانات أو دي جي يحيي حفلات من شرفة منزله في بونس آيرس أيضا خلال فترة الحجر الصحي في مساء كل يوم جمعة وعلى مدار شهر، بهدف الترفيه عن جيرانه، ويطلب منهم أيضا التفاعل من خلال الرقص وإضاءة هواتفهم النقالة. ومن الأرجنتين إلى البرازيل وإلى مبادرة إنسانية أخرى تهدف إلى مد يد العون للمحتاجين في زمن كورونا، أطلقها الفنان البرازيلي إدواردو كوبيرا، وهو أحد أهم فناني جداريات في العالم، وذلك من خلال إنجاز سلسلة من الأعمال بتقنية الطباعة الحرارية توزع بحسب القرعة. فلنشاهد. وصلنا إلى ختام بانوراما، تابعونا على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.